بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الطريقة الصحيحة للتسوق من شركة نيو بلانس العالمية، الشركة المختصة بالتجهيزات والملابس الرياضية. طبعا قبل أن نبدأ بالشرح، تعريف بسيط بالشركة. شركة نيو بلانس هي ماركة أحذية وملابس رياضية أمريكية، أسست عام 1906، يعني ابن الأخير شركة رصينة وشركة محترمة، حالها من حال شركة أديداس ونايكي وأسيكس وغيرها. هنا نشرح لكم طريقة التسوق الصحيحة، لأنه كثير من الإخوان يشكون من عدم توصيل أو عدم استلام أغراضهم اللي اشتروها من الشركة، وهذا الخطأ طبعا يحصل لأسباب كثيرة، أهمها أولا عدم ملء البيانات من قبل العميل بالشكل الصحيح، وهي بيانات التوصيل، يعني إما خطأ برقم التليفون أو العنوان التفصيلي غير مدرج. ثانيا الشركة مو هي اللي تقوم بشحن وتوصيل المنتجات إلى العميل، هنالك شركة وسيطة اسمها شركة الشايع. أنا تسوقت من هذه الشركة، شركة نيو بالانس، ووجدتني الشحنة عن طريق شركة الشايع. شركة الشايع شركة كويتية أيضا محترمة ومعتبرة، لها عدة فروع في الرياض، في أبوظبي، في كل مكان بالخليج. هذه هي الملزمة بتوصيل منتجات شركة نيو بلانس للعملاء في الخليج والمنطقة. حتى ما أطيل عليكم، نروح مباشرة إلى موقع الشركة، الرابط أنا تارك لكم إياه أسفل الفيديو. نروح إلى كلمة انضمام، نضغط عليها، من بعد ذلك نقوم نحط الاسم الأول واسم العائلة أو الاسم الأخير مع الإيميل والباسورد ونعطي إنشاء. بعد ذلك تفتح لنا هذه الواجهة، نقوم هنا بتعبئة البيانات الصحيحة، نقوم بتعبئة رقم الموبايل وكود المنطقة اللي أنا بيها، الكود البريدي إذا ما تعرفه أنت تكتب بالجوجل منطقتك شنو اسمها، تكتب الرمز البريدي للمنطقة الفلانية راح يطلع لك الرمز البريدي، تخلي العنوان تفصيلي والإيميل. من بعد ملء هذه البيانات نذهب إلى هذا الحقل ونقوم بإدخال كود الخصم. مثل ما تلاحظون أنا طبقت هذا كود الخصم وتم خصم 51 ريال. من بعد ذلك نعطي استمرار بالتسوق. هنا استيراد في عملية الدفع، هنا نضغط على طلب كامل، ننتظر إلى إعادة التوجيه. مثل ما تلاحظون هذه قدامنا مجموعة الشايع، تحولت الفاتورة ظهرت لنا من مجموعة الشايع نيو بلانس، ما إلها دخل هنا. هنا تسوقنا صار على مجموعة الشايع، أغراضنا المنتجات راح تجينا من خلال شركة الشايع. هذه الفاتورة كاملة بها السعر ورقم الفيزا كارت اللي سوقنا بها وبها كل المعلومات حتى عنوان الشحن. نضغط على الدفع الآن، هنا يطلب من عندنا معلومات البطاقة البنكية، ندخل البطاقة البنكية المعلومات كاملة ومن ثم نعطي الدفع الآن. راح يحولنا الآن إلى واجهة البنك اللي نتعامل وياه، وأنا أتعامل مع بنك الراجحي. هنا يطلب من عندي الكود اللي وصلني على رقم الموبايل، أدخل الكود وأعطي إرسال. وهذه مثل ما تلاحظون تمت العملية بنجاح، هذه المنتجات وهذا مجموع السعر وهذه خريطة الشحن، العنوان مالتي آني، هذا عنواني ظهر بخريطة الجوجل. تم تأكيد طلبك بنجاح. نجي إلى هذا الحقل،
نضغط عليه، هنا نأكد إرسال التحديثات عبر SMS إلى رقم الموبايل الخاص بنا، تحديثات من قبل الشركة، شحنتنا وين وصلت، وين راحت، وين انشحنت، كلها تجينا التحديثات من خلال الموبايل عن طريق SMS. الآن إذا أروح إلى حسابي راح أشوف كل التفاصيل وكل الفواتير الخاصة بي. هسه مثلا نشوف أول فاتورة، هذه اللي هي الآن سوقناها 14 نوفمبر 2021، اللي قيمتها 458.1 ريال. والفاتورة اللي بعدها هي في 25 أكتوبر 2021، كان قيمتها الشرائية ب 905.50 ريال. هذه دليل على أنه أنا تسوقت للمرة الثانية من نفس الشركة. في الختام أحبتي لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة، وفي أمان الله.